هذا البيت أنا يحرق قلبي وحق الحسين. أكو أبيات تحرق القلب، من الأبيات هواي حافظ على الحسين شعر، بس من أكثر الأبيات اللي تأذيني هذا البيت، البيت لعظيم من عظماء الشعر الحسيني عبد الأمير الفتلاوي الكبير رحمة الله عليه، يقول عن نسوان بني أسد: من شافن الحسين صار له ثلاث أيام ما بتفوق بالشمس أبو السجاد ثلاث أيام. تدرون واحدة من المواقف اللي أذت زينب لما طلعوها من كربلاء شنو؟ زينب بعينها شافت عمر ابن سعد يوم 11 محرم من راد يطلع للكوفة دفن جثث قتلاه. زينب بعينها شافت حفر قبور لجيفه ودفنها، وبقي الحسين مطروحا على ربنا كربلاء. هاي شو تسوي بالقلب؟ يعني زينب من تشوف اتحاله دول الأرجاس يندفنون وابو السجاد يبقى على الرغبة، وعافته وطلعت وهو ما مدفون. أنا ودعتك الله يا عيوني. الله يرحم عبد الزهرة الكعبي، طور شيخ خادي قريت لك، طور عبد الزهرة قريت لك، بس اقرأ وياي. أنا ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك يا خذوني. أنا زجري وخول اللي باروني، ندبت إخوتي ولا جاوبوني. إيش قلت لهم؟ يا أهلي الحمية ما تجوني، من يد الأعداء تخلصوني. أما البيت اللي يأذي، يقول الفتلاوي نسوان بني أسد هيك قال: عار والله على الزلم للحشر عار، الجار للجار العرب تكرم الجار، يا بجار للجار العرب تكرم الجار، ليش مرمي حسين لثالث نهار، أو صحبة من كلها وشبانها.